أهلا بكم من جديد. إذن منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتبذل مصر بالتنسيق مع الدول العربية جهودا حثيثة من أجل وقف الحرب على غزة ومنع تفاقم الصراع، مستخدمة كل أدواتها السياسية والدبلوماسية لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، ومتحركة على كافة المستويات من أجل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين في القطاع. هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في حلقة اليوم، ونترككم في الجزء الثاني من الحلقة مع لقاء خاص كنا أجريناه مع السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق. أما الآن ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومن رام الله الأستاذ عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، ومن عمان الدكتور منذر الحوارات الكاتب والمحلل السياسي الأردني. أهلا بكم جميعا. في البداية وبعد التحية دكتور طارق، لم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري على الإطلاق منذ اليوم الأول للعدوان، رغم أن إسرائيل عملت على منع دخول أي شاحنات للمساعدات لغزة، وهو ما جعل القاهرة تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للسماح بنفاذها للقطاع. إذن كيف ترى الدور المصري في تسهيل وصول المساعدات لأهل غزة؟ هو بالتأكيد طبعا ما ارتبط في هذا الموضوع بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن توضع في إطارها، بمعنى أن الرجل مارس الكذب وليس له علاقة بما يجري، لأنه تغيب عنه الحقائق، وربما أيضا يعني لا يعرف موقع غزة على الخريطة الجغرافية أو السياسية. وبالتالي الجميع يعلم الدور المصري الحقيقي منذ اليوم الأول للأعمال الإجرامية التي قامت بها إسرائيل في القطاع، والقاهرة فتحت المعبر لدخول المساعدات، ولكن التعنت الإسرائيلي كما تعلمي تم تحت سمع وبصر العالم. والأمين العام للأمم المتحدة نفسه والكبار المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا القاهرة ومنظمي طبعا المنظمات الإغاثة وغيرها شاهدوا هذا جهارا نهارا. بطبيعة الحال نحن نؤكد على دعم الموقف المصري، والبيانات الرسمية وآخرها بيان رئاسة الجمهورية أكد على هذه الحقائق. لماذا نؤكد على هذه الحقائق في هذا التوقيت؟ أنا في تقديري لعدة أمور. النقطة الأولى هو التأكيد على ما تقدمه مصر للقضية الفلسطينية، والقضية ليست في فتح أو غلق المعبر، ولكن في نقل رسالة للجمهور الأوروبي وللأمريكي بحقيقة ما يجري. النقطة الثانية هو أن مصر تبنت القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة قبل أن يأتي هذا الرئيس الأمريكي أو غيره من المسؤولين، وبالتالي الأمور واضحة في هذا السياق. لكن نريد أن نضع النقاط فوق الحروف في هذه المسألة، بمعنى أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر بالفعل 80% من حجم هذه المساعدات، تحميل المجتمع الدولي مسؤولية يعني ما يجري. بطبيعة الحال هذا هو الأهم الآن، وليس فقط التأكيد على الثوابت والمعطيات التي قامت بها مصر كما أشرتم حضراتكم منذ قليل في التقارير التي قدمت. جزء منها هو مرتبط بحقيقة الدور المصري، دور داعم ودور مؤيد ودور حتى هذه اللحظة يباشر جهوده الكبيرة في إطار محاولات وقف إطلاق النار. لكن أنت تتعاملي حضرتك مع حكومة بالفعل هي حكومة إرهابية، حكومة مجرمين حرب. يعني لن أريد أن أعدد السير الذاتية، الجميع يركز على وزير أو اثنين في حكومة المستوطنين، لكن عدد من الوزراء أكثر من 8 وزراء في هذه الحكومة مطلوبين في الخارج في مطارات العالم، ولهم مذكرات توقيف أصلا من الجنائية الدولية. جزء منه أيضا مرتبط بأداء هذه الحكومة، فأنت تتعاملي مع حكومة بالفعل هي حكومة تمارس أعمال إجرامية في عمق القطاع. على الرئيس الأمريكي، وهذا هو دورنا أن نقول له، وبطبيعة الحال هذا أمر مهم، ولبلينكن الذي جاء إلى المنطقة وفشل في إتمام زيارته، عليهم أن ينشروا الحقائق على الأرض. وبالتالي جاء بيان رئاسة الجمهورية في هذا الإطار مهم للغاية، تذكير بطبيعة الدور المصري الكبير الذي تقوم به مصر حتى هذه اللحظة، والتي تباشره طبعا دفاعا عن القضية الفلسطينية، وبطبيعة الحال لمواجهة المخطط الإجرامي لتصفية القضية الفلسطينية من المكون البشري. القضية حضرتك ليست في نجاح أو فشل مشروع الترانسفير، هذا المشروع الشيطاني اللي بتقوم به إسرائيل منذ اليوم الأول لأعمال المواجهة. أعتقد من المهم أن نؤكد على هذا، ولابد أن ننقل الصورة للرأي العام الدولي والأوروبي، وأن نقول أن القضية ليست قضية إنسانية فقط، لكنها قضية سياسية، والقاهرة طرحت هذا في رؤيتها
بمراحلها. الخطة المصرية بثلاث مراحل الرئيسة التي تؤدي في النهاية إذا عمل بها الجميع وتوفرت الإرادة السياسية نصل بها إلى حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية. نعم، أنتقل إليك أستاذ عبد الفتاح دولة. أستاذ عبد الفتاح، ادعت إسرائيل أن المساعدات الإنسانية ستصل لأيدي حركة حماس، وبجهود مصرية تم الاتفاق على تسليم شاحنات المساعدات للمنظمات الأممية كالأونروا وكالصليب الأحمر وأيضا الهلال الأحمر. إذن برأيك لماذا تحاول إسرائيل وضع كافة العراقيل في طريق وصول المساعدات للقطاع؟ يا ستي، أولا بعيدا عما تقوله إسرائيل وعما تقوله أمريكا، نحن مؤمنون تماما بمصر وبدور مصر وبكل ما تقوم به مصر من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وندرك تماما أين تكمن المشكلة التي أغمض عينيه عنها الرئيس بايدن وراح يلقي اتهامات على الطرف الفلسطيني والأطراف العربية التي هي عوامل للحل، وسكت عمن أفشل زيارة بلينكين من خلال عدوانه وعقليته الصهيونية المتطرفة العدوانية التي تشن هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني. مصر وقفت شوقة في حلق هذا الاحتلال عندما وقفت بعناد في وجه مخطط التهجير القسري، ولا تزال حتى اليوم تقف في وجه هذا المخطط، وقد أخذ هذا المحتل قرارا بالتوجه إلى رفح واستهداف شعبنا الفلسطيني في رفح، ظنا منه أنه سيهجر شعبنا الفلسطيني تحت وطأة المجازر. ولمصر أيضا موقف حازم وحاسم في هذا الموضوع اليوم كما كان بالأمس، ومصر أيضا شوكة في حل كل مخططات هذا الاحتلال الذي أراد ليس فقط أن يقتل الشعب الفلسطيني عبر هذه المجازر الدامية وهذا التدمير الممنهج لقطاع غزة، هو أيضا أراد أن يحاصر هذا القطاع حتى يقتل من نجا من القنابل والقذائف أن يموت جوعا ومرضا من الآفات التي خلفها هذا الاحتلال. وبالتالي مصر تشكل لنا شريان الحياة وتشكل لقطاع غزة شريان الحياة. نعم. الذي يبقي على حياة من تبقى من قطاع غزة. نعم. ولذلك هي عملت دائما على منع إدخال هذه المساعدات وقصفت المعبر من الجهة الفلسطينية مرارا، إلا أن مصر أصرت أن يظل هذا المعبر مفتوحا منذ اليوم الأول، وكثير لا يعرف الحقيقة التي تقول أن غالب المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر مصر هي مساعدات غالبها مساعدات مصرية وليس فقط عبر مصر الشقيقة. وبالتالي نحن نؤمن بمصر ولا نلقي بالا لا لاتهامات والإدارة الأمريكية ولا لمواقف هذا الاحتلال المجرم. نحن نثق بمصر وبدورها، بل على العكس تماما نشعر أن لنا سندا وظهرا يحمي القضية الفلسطينية دون أجندات كما يفعل الآخرين، ولم تستخدم يوما القضية الفلسطينية لمصالح مصرية أو لمساومات أخرى. نعم. وبالتالي هذا لا يعنينا كثير، لا يعنينا أبدا ما قيل بحق مصر من سواء من الأمريكان أو حتى من الاحتلال، بل على العكس تماما هذا يؤكد أن مصر تقوم بدور حقيقي. عندما ينتقدنا الأمريكان وينتقدنا الاحتلال معنى ذلك أننا في المكان الصحيح، وهذا ما يهمنا فلسطينيا وهذا أعتقد ما يهمنا عربيا، وكلنا نعرف حجم ومكانة مصر ليس فقط على الصعيد الفلسطيني وإنما على صعيد المنطقة جمعاء. نعم، السؤال لك الآن دكتور منذر، كيف ترى عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني داخل غزة؟ هل هدف الاحتلال الرئيسي هو تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم لدفعهم في النهاية لترك أرضهم؟ مساء الخير لكل الضيوف. بدون شك إسرائيل لها أهداف استراتيجية في هذه الحرب وأهداف تكتيكية. الهدف التكتيكي، الهدفين التكتيكيين هما إلقاء أو تدمير حماس وإنقاذ الرهائن كما تقول، ولكن الهدف الاستراتيجي من هذه العملية هو إفراغ المناطق الفلسطينية ومنها غزة من السكان، وبالتالي كانت مصر والأردن من المرشحين لأن تكون الهجرة باتجاههما. هذين البلدين وقفا موقفا حازما ضد المخطط الإسرائيلي، وبالتالي بدأت إسرائيل عملية عقاب جماعي حتى تضغط على المنطقة وتضغط على مصر الشقيقة. وأنا حقيقة أعتبر أن التصريح بايدن يأتي في سياق
مختلف عن الذي يقرأ. هو لا يقصد الذهاب إلى داخل غزة، هو في الفترة التي خرج فيها بلينكين من اجتماعه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو، صرح مباشرة نتنياهو بأن هنالك عملية ستجري في رفح وبالتالي سيكون لها نتائج إنسانية كبيرة. ورغم أنه بلينكين أنكر أنه أعطى الضوء الأخضر، ولكن في كل مرة تقوم إسرائيل بالهجوم كانت تأخذ ضوء أخضر من الولايات المتحدة. في نفس الوقت جاء تصريح بايدن بأنه مصر لم تسمح إلا بضغط أمريكي، لكن هذا أنا برأيي المقصود منه المقصود سياسي وجيوسياسي بهذه المرحلة. إسرائيل ستشن عملية غزة، عملية رفح، بالتالي سيكون الضغط البشري هائلا جدا، وهذا سيرتب عملية تهجير. إسرائيل تقول إنها تبني بعض المدن في الشمال، المدن المخيمات في الشمال، ولكن ادعاها بأنه في 4 كتائب من حماس في غزة يجعلها تخوض معركة هناك، وبالتالي ستنتج عن ذلك مأساة بشرية. هي بايدن يريد أن يضع السلة البيضة في سلة مصر منذ البداية، ويقول ويتهم مصر بأنها لم تسمح بدخول مساعدات، علما بأنه كلنا نتذكر الفترة اللي قصفت فيها إسرائيل الطرق وأدت إلى تعطيلها، ومن ثم أصلحت وأدخلت المساعدة. بالتالي الهدف الاستراتيجي مما قاله بايدن أنا برأيي له اتجاه محدد، وهو الضغط على مصر في نقطة المعبر كي يكون بالاتجاهين ليس باتجاه واحد. نعم. هنا النقطة التي يجب التركيز عليها. أنا برأيي مصر منتبهة جدا إلى هذه العملية، وسرعة الرد المصري كانت مهمة جدا، والموقف العربي مع مصر كان مهما جدا، لأنه إحنا الآن بعد قليل يعني أسبوع 10 أيام راح تبلش عملية رفح. هذه العملية ما لم يتم إفراغ السكان، أنت تحكي عن مجموعة من السكان 1.25 مليون، 1.4 مليون في يعني نسبة الكثافة السكانية 27,000 لكل كيلومتر مربع. معنى ذلك أنت لو تطلق طلقة راح تقتل 2-3. هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج مشينة بحق دولة الاحتلال كما فعلت أمام محكمة العدل الدولية، وبالتالي هي منذ الآن تجهز طرفا آخر لتلقي عليه اللوم، لتقول إن هو من رفض أن يستقبل هؤلاء الناس. وبالتالي كان في هذا السياق تصريح بايدن. هناك لعبة أمريكية جاءت في سياقات عدة، عندما قرر العرب بوجود مصر في اجتماع الرياض إنه لا يمكن أن نذهب إلى عملية سلام إلا بوقف الحرب على غزة، وإلا بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 4 من حزيران، وإلا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، كان ذلك بمثابة الصفحة للولايات المتحدة. نعم. وأيضا عندما ذهب إلى إسرائيل لم يستطع أن يحصل على نتائج زيارته، بل لم يضغط على إسرائيل لا في إنهاء الحرب ولم يضغط عليها في عملية رفح، وبالتالي كانت محاولة حط الحمل على حد ثاني. يعني كأنه يريد أن يضع مصر في الصورة. نعم. بدل إسرائيل. نعم. وهذه لعبة خطيرة تلعبها الولايات المتحدة. نعم. ويجب الوقوف في وجهها وقوفا صارما، أنه إسرائيل هي المسؤول الوحيد عما سيحصل لهؤلاء السكان، لأنها هي دولة الاحتلال مش مصر دولة الاحتلال. صحيح مصر دولة جارة، ولكن في ثنايا الحرب هنالك استراتيجية إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية. مصر تدركها جيدا، هي والأردن المعنيتين. نعم. الأساسيتين. ويقفان بوجهها بصرامة، وهم سيعاقبان على هذا الموقف، ولكن بكم الثبات أنا برأيي يستطيعان أن ينتصر في موقفهما مهما كانت التضحيات في البداية، لأن الولايات المتحدة تقف موقفا خاطئا في دعمها اللامتناهي لإسرائيل ونتنياهو ولأهداف سياسية لكل الطرفين. شوفي الدعم من بايدن هو أصبح الآن لأهداف انتخابية أمريكية، ونتنياهو الآن يتصرف لمخاوف انتخابية داخلية، وبالتالي كلا الرجلين يغامروا بالمصلحة الإنسانية الحقيقية للفلسطينيين في سبيل مصالح ذاتية له، وهذا أمر شديد الخطورة، يجعل شعب بأكمله ضحية هذه المغامرة التي يقودها هذين الرجلين. أعود إليك دكتور طارق، مصر دائما تنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كيف ترى الموقف الرسمي والشعبي المصري من تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما هي
هي رؤيتك أيضا للدور الذي تلعبه القاهرة لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء؟ خلينا نفض الاشتباك الأول ما بين أمرين. الأمر الأول هو مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن والقوى الرئيسة على العالم والأطراف المعنية سواء كان مصر والأردن والفلسطينيين والأشقاء في الدول العربية. في جزء مهم للمجتمع الدولي، ولكن هذا المجتمع الدولي فشل فشلا ذريعا، ونتخوف بطبيعة الحال من تداعيات ما يجري. إسرائيل دخلت في مواجهة مع الأمين العام للأمم المتحدة وشيطنة دور مجلس الأمن، وبالتالي حتى لو تمت عملية رفح وذهبنا إلى مجلس الأمن فسنصطدم بملفات أخرى، وبطبيعة الحال هذا المجتمع الجائر لن يعطي للجانب الفلسطيني أي حق. نحن في غابة سياسية كبرى إن صح التعبير، قوى متواطئة مع ما يجري. الولايات المتحدة طرف وشريك متواطئ ومتباطئ في إيجاد الحلول بصرف النظر عن كل ما يجري. نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شعبيته منخفضة، هناك صراع كبير داخل الإدارة الأمريكية حول ملفات إسرائيل وأوكرانيا وغزة وكثير من القضايا الداخلية، لكن ما يهمنا نحن ليس تقدم سن الرجل أو الهزيان السياسي الذي أطلقه، لكن يهمنا موقف الإدارة الأمريكية، وهو موقف بطبيعة الحال يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى ضغط من قبل الدول العربية، خصوصا المجتمع الدولي ليس فقط الولايات المتحدة. ربما حضرتك تقولي أن هناك أطراف وسعينا من قبل كدول عربية وإسلامية للانفتاح على الصين وعلى روسيا وفرنسا وبريطانيا، لكن هناك إشكالية متعلقة بغياب البعد الدولي وشيطنة الأمم المتحدة ووكالة غوث وغيرها، وبالتالي لا نريد أن نعول على هذا الأمر كثيرا. وبالتالي حتى في أسوأ السيناريوهات الصفرية في غزة والذهاب إلى عملية في رفح هتبقى هناك نقاط خطيرة، منها ترتيبات الأمنية في عمق القطاع، مساحة القطاع، علاقة الأوضاع وإدارتها داخل قطاع غزة، جملة من القضايا أو الإشكاليات المطروحة من الآن. من سيحكم غزة؟ كيف ستحكم؟ وكثير من الأمور. الجزء الآخر هو الأهم، هو دور الدول الرئيسة في الإقليم. تعاني طبعا الأردن من فكرة الخيار الوطني البديل، وأيضا بالنسبة لمصر الأفكار والخطط الشيطانية المتعلقة بفكرة الترانسفير، ونستطيع أن نبحث في حلول أخرى إذا أراد العالم أن يتحدث هنا. يعني حديث إسرائيل خلال 48 ساعة الماضية لتهدئة الأوضاع هو نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى منطقة المواصي على اعتبار أنها منطقة مؤمنة وغيرها. إذن الإسرائيليين يبحثون أيضا عن بدائل، ربما أنا في تقديري لأنهم لا يريدوا الدخول في مواجهة مع مصر. هناك صوت في إسرائيل ربما في مجلس الحرب وأيضا في هيئة الأركان يحذر بطبيعة الحال من الدخول في مواجهة ودخول في رفح، لأنه سيؤدي للمساس بمعاهدة السلام والبروتوكول الأمني وغيره من الأمور، وسيعقد الأمور الأكثر تعقيدا. لكن هذا التيار تيار ضعيف في داخل إسرائيل، لأنه من يدير الآن يريد الوصول بالمسألة. هم يتحدثوا عن وجود عناصر وقيادات حماس في مدينة غزة ثم في خان يونس والآن في رفح، فشل ذريع طبعا بالنسبة لمواجهة الأوضاع في القطاع. موقف مصر سيظل موقف هو الرئيسي، هو اللي بيحدد البوصلة حضرتك بصرف النظر عن اتجاهها سياسيا واستراتيجيا وأمنيا، وجزء منه هو الحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية. إشكاليتنا نحن كمصر ودول عربية هو إعادة ترتيب الأولويات. تحتاج حضرتك إلى إعادة ترتيب العلاقات مع الإدارة الأمريكية. تستطيع أن تنفتحي، لا أقدم حلول نظرية، لكن أستطيع أن أؤكد لحضرتك أنه إذا ذهبنا حتى لمجلس الأمن الموضوع توقف في مجلس الأمن، سيعود إلى مجلس الأمن بعد اجتياح منطقة رفح، وبالتالي هنا الحديث عن البدائل. أنا في تقديري أن مصر لديها أوراق ضاغطة وأوراق حقيقية للتعامل مع إسرائيل. إذا عادوا عدنا، بمعنى أنه هذه الرسائل الرادعة التي وصلت لإسرائيل أن أي دخول في رفح خط أحمر وسيمس جوهر معاهدة السلام بيننا وبين الكيان الإسرائيلي، وبالتالي لا وجه للمقارنة بين التحركات التي تحركت فيها إسرائيل طوال الأشهر الماضية لأربع شهور وبين هذا التوقيت. لم تقبل القاهرة بنصف حل وشبه خيار الرسائل الرادعة في هذا الإطار. أظن أنه مدير المخابرات المركزية الذي سيأتي بعد غد
سيحمل رسالة، وسيحمل رسالة مهمة إلى الأطراف المعنية، ليس فقط لاستكمال مسار باريس اللي بدأ منذ عدة أيام، لكن القضية مرتبطة بأن الإدارة الأمريكية وهذا الرئيس الذي تجاوزته الأقدار بطبيعة الحال ويحتاج إلى أن يقرأ في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ويلم بتفاصيله، لأنه من الواضح أنه كان أفشل من كل الرؤساء الذين قدموا رؤى ومقاربات، أرسل بعد فشل بلينكين أرسل مدير المخابرات المركزية. إذن المسار الأمني سيستمر، المسار السياسي سيستمر، لكن نحن في حاجة كدول عربية الآن إلى دعم الجانب المصري الفلسطيني الأردني، ونحتاج بطبيعة الحال إلى مراجعات مع الجانب الأمريكي، لأن الولايات المتحدة لن تقدم لحضرتك أي خيارات أو أي سياسات لهذا التوقيت، لأنه واضح أنه بلينكين حينما جاء لم ينجح في إحداث أي خروقات. وهل تعلمي حضرتك أنه منع من مقابلة أعضاء مجلس الحرب، منع من مقابلة رؤساء أجهزة المعلومات، منع من مقابلة رئيس الأركان تحت ضغوطات من نتنياهو؟ هذا الأمر يحتاج إلى مقاربة. لا توجد أي تجاذبات أمريكية إسرائيلية هذا في الشكل العام، إنما في تنسيق، وتنسيق واضح بين الطرفين، وإنه الولايات المتحدة لن توقف أي تحرك إسرائيلي في رفح في هذا التوقيت. نعم، أنتقل لأستاذ عبد الفتاح، كيف قرأت نتائج الاجتماع الوزاري العربي التشاوري بشأن غزة والذي تم عقده في الرياض مؤخرا بمشاركة مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات؟ نعم، أثني بداية على ما قاله ضيفيك الكريمين، وهم وقفوا بحق على حقيقة وجذر القضية وكيف يجب التعامل معها، وكيف يجب على أمريكا أن تتعامل معها، وكيف يجب علينا مستقبلا أن نتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي اعتقادي أن اجتماع المملكة العربية السعودية كان في هذا الإطار، ومن الواضح أن المملكة قد تنبهت لحقيقة وطبيعة ما كيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية، لأن الاجتماع جاء مباشرة بعد انتهاء جولة بلينكين الفاشلة، وكنا نعلم تماما أن أمريكا ستسكت إزاء من أفشلها وستبحث عن مبررات أخرى في ذلك. واليوم بات الموقف العربي يدرك تماما أننا بحاجة إلى بلورة هذا الموقف حتى يكون موقفا موحدا مبنيا على أرضية صلبة. وهذا الاجتماع الذي ضم 5 دول محورية ومهمة ومتابعة بشكل حثيث للقضية الفلسطينية وما يحدث بحق شعبنا من عدوان، هي وقفت على أصل المشكلة، هي قالت على هذا الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك وعلى كل العالم أن مفتاح الحل فقط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية، وأن على العدوان أن يتوقف فورا أن تفشل الزيارة. معنى ذلك أن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية أنه ماض في عدوانه. هذه الرسالة وصلت إلى المجتمعين، وهم مدركون تماما أننا بحاجة اليوم إلى موقف واحد يفرض منطقا عربيا ودوليا لوقف العدوان وعدم توسعه لا على صعيد رفح ولا على صعيد التهجير القسري، سواء في الضفة الفلسطينية التي واجهتها الأردن أو في قطاع غزة الذي تواجهه مصر، وأن المشكلة الحقيقية تكمن فقط في الاحتلال، في هذه الحكومة المتطرفة التي يرأسها نتنياهو وإتلافه من المتطرفين الذين يحتكمون إلى رجالات دين ويسعون إلى تدمين وتوسيع هذا الصراع من عقلية صهيونية تلمودية. وبالتالي نريد الموقف العربي أن يكون على أرضية ما حدث في هذا الاجتماع. الحل يجب أن يكون شامل، أن نبتعد عن الحلول المجتزأة، وأن نكون واعين للطروحات الجانبية التي من شأنها أن تبحث عن إبر تقدير وحلول جزئية لا تخدم مستقبل القضية الفلسطينية، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين الضفة بما فيها القدس. نعم، وأن وضحت الفكرة. أنتقل لدكتور منذر، اجتماع الرياض حول غزة أكد على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع، وأيضا التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي. في هذا الإطار إذن، كيف تقيم الجهود العربية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان، وما هي السبل المتاحة أمام العرب لتنفيذ هذه القرارات على الأرض؟
كل دولة عربية لديها إمكانيات هائلة للضغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة. اجتماع الرياض هو استخدم الوسائل العربية للضغط بالاتجاهين. الاتجاه الأول أنه فكرة التطبيع مع إسرائيل فكرة منتهية ما لم يكن هنالك حل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات شرعية دولية، لأن الولايات المتحدة تحكي عن حل دولتين هلامي، لم تحددوا في أي مرة من المرات على ماذا سيستند. هل هو ضمن ما يتم الحديث عنه كما كان سابقا دون أيام دونالد ترامب بأنه على أساس الجزر التي أعطاها للفلسطينيين، أم أنه على أساس 242338؟ هذا ما حددته هذه القمة، وقالت أنه أي نقاش يجب أن ينطلق من هاتين الثابتتين، الأولى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران، هذا واحد. اثنين، وقف الحرب فورا وحماية المدنيين، وبالتالي هذا أسقط من يد إسرائيل فكرة المناورة السياسية على ما تريد أن تقول من حلول. هي أرادت في البداية أنها تسقط قطاع غزة من فكرة الدولة الفلسطينية وتفصل الضفة الغربية، وبالتالي أن تقيم منشآت صغيرة لا تشبه الدولة ولا تشبه حتى القرى، وتعتبر أنه هاي هي الدولة وهذا ما يريده الفلسطينيين. وهذا فاشل عربيا وفلسطينيا في نفس الوقت. وضحت الصورة نظرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل هذه التفاصيل وكل هذه التوضيحات المهمة. كان معنا من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ومن رام الله الأستاذ عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، ومن عمان الدكتور منذر الحوارات الكاتب والمحلل السياسي الأردني. أشكركم شكرا جزيلا. بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء نستكمل حلقتنا ونتابع هذا النقاش.